رئاسة مجلس الأمن تلوح باتخاذ إجراءات تلزم الأطراف بوقف النار في غزة. وثائق تكشف تعديلات نتنياهو على اتفاق غزة، وواشنطن تؤكد موافقة إسرائيل على الانسحاب من فيلادلفيا بالمرحلة الثانية. السيسي يبدأ اليوم زيارة لأنقرة، هي الأولى لرئيس مصري منذ 12 عاما لبحث الدفاع وغزة والوضع الإقليمي. سون يون بوضع حرج بعد تعذر قطرها وخشية بيئية من تسرب نفطها. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا وأهلا بكم في هذه النشرة. قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر إن صبر أعضاء المجلس بدأ ينفذ، وأن المجلس سيبحث على الأرجح اتخاذ إجراء إذا لم يتسنى التوصل قريبا إلى وقف للنار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار. أنا متأكد تماما من أنه في سبتمبر سيتعين أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفذ. يمكن للمجلس أن يثبت أن القرار 27/35 لم يتم تنفيذه، ثم نفكر فيما يمكننا القيام به. هناك العديد من الأدوات المتاحة للمجلس، ولكن للبدء أعتقد أنه سيتعين علينا إثبات أنه يتعين علينا الانتقال من القرار 27/35، لأن المجلس كان ينتظر خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ هذا القرار. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولا إسرائيليا أبلغ الوسطاء موافقة تل أبيب على الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الثانية من صفقة وقف النار. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن المقترح بشأن صفقة الرهائن يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المكتظة بالسكان على طول ممر فيلادلفيا والمناطق المجاورة له في المرحلة الأولى التي تستمر 6 أسابيع. ولم يوضح كيربي ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم السماح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في مناطق أقل كثافة أو أقل كثافة سكانية على طول الممر. وكانت إسرائيل قد وافقت على الانسحاب من محور فيلادلفيا في المرحلة الثانية من صفقة إطلاق سراح الرهائن، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر موقف الولايات المتحدة التي تعارض الوجود الإسرائيلي في غزة. وكان كيربي أكد لمراسلة الحدث أن تصريحات البيت الأبيض صادقة بقرب إتمام الصفقة بشأن غزة، مشيرا إلى أنه لا يوجد تراخ في جهود الولايات المتحدة من أجل التوصل لصفقة في القطاع. كيربي قال إن بلاده تعمل لإيجاد لغة مناسبة لكلا الجانبين لإتمام الصفقة بشأن غزة، مضيفا أن واشنطن نجحت في تضييق الفجوات بشأن الصفقة. قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريحاته لقناة الحدث على الجلس على طاولة الجلوس على طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة واستعادة جميع المحتجزين الأحياء. بالتأكيد يمكن إنقاذ المحتجزين الأحياء، ولقد قامت إسرائيل بذلك، وعلى نفس المنوال أنقذت واشنطن بعض المحتجزين في أماكن أخرى حول العالم، لذا لا ينبغي لنا أن نستبعد ذلك. الجلوس على طاولة المفاوضات هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله استعادة جميع المحتجزين الأحياء، ولقد شددنا على ذلك منذ البداية.
كما رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الإجابة على سؤال مراسلة الحدث نادية البلبيسي حول المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص محور فيلادلفيا. لن أعلق على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص محور فيلادلفيا. لقد كنا واضحين تماما بشأن موقفنا عندما يتعلق الأمر بغزة، وعندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، عندما يتعلق الأمر في النهاية بحل الدولتين. وثيقة جديدة كشفت عنها صحيفة يدعوت أحرنوت تظهر إجراء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغييرات كبيرة على الخطوط العريضة لاتفاق إطلاق سراح الرهائن. نسخة من الاقتراح المقدم في 27 يوليو تظهر أن نتنياهو طلب استمرار وجود الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا، وأجرى تغييرات بخطط تتعلق بمعبر رفح. محتوى الوثيقة المعدلة التي قدمها نتنياهو تكشف الاختلافات بشأن الاقتراح الإسرائيلي السابق في 27 مايو والذي كشف عنه الرئيس الأمريكي جو بايدن. ففي 7 يوليو قدم نتنياهو لفريق التفاوض الإسرائيلي قائمة بأربعة مطالب غير قابلة للتفاوض يجب تلبيتها حتى تتمكن إسرائيل من المضي قدما في الاقتراح الأمريكي. وكان من بين المطالب شرط يقضي بسيطرة إسرائيلية دائمة على محور فيلادلفيا الذي يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، والذي يضم أيضا معبر رفح بالإضافة إلى محور نتساريم. تنص الوثيقة الصادرة في يوليو والتي كشفت عنها يدعوت أحرنوت على أن نتنياهو اعتبر أن عودة النازحين دون أسلحة ستتم ضمانها وتنفيذها بطريقة متفق عليها مسبقا. وفيما يتعلق بالسجناء الأمنيين الفلسطينيين، ذكرت وثيقة 27 مايو أنه سيتم إطلاق سراح 50 سجينا محكوما عليهم بالسجن المؤبد للخارج أو في غزة. لكن الصحيفة ذكرت أن هذا البند تم تعديله في مخطط نتنياهو الجديد، حيث تم حذف ذكر غزة ولم يتبقى سوى خيار ترحيل السجناء إلى الخارج عند إطلاق سراحهم. وعن الانسحاب من وسط قطاع غزة، يدعوت أحرنوت قالت إن اتفاق مايو كان ينص على أنه في حالة وقف إطلاق النار سيكون انسحاب الجيش الإسرائيلي خلال 42 يوما، غير أن نتنياهو في تعديله وفقا لي طبعا ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية لم يضع مدة محددة لتفكيك المنشآت العسكرية المؤقتة وانسحاب الجيش من القطاع لتمكين عودة سلسة للنازحين. في حين أبدى مسؤول إسرائيلي أسفه على تغييرات نتنياهو على الاقتراح المدعوم أمريكيا، واتهمه بتعمد تخريب الجهود الحثيثة للتوصل إلى اتفاق مع حماس وإنهاء الحرب. وجه القضاء الفيدرالي الأمريكي لستة من قادة حركة حماس تهما تتعلق بالإرهاب، وفق ما أظهرت وثائق قضائية نزعت عنها السرية. وأوردت اللائحة الاتهامية أسماء المتهمين الستة، ومن بينهم إسماعيل هنية الذي قتل في طهران، ومحمد الضيف، ومروان عيسى اللذين تقول إسرائيل إنها قتلتهما. كما تضم الدعوة أيضا يحيى السنوار وخالد مشعل وعلي بركة. وقد وجهت إليهم 7 تهم من بينها التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية.
The Justice Department unsealed charges. وزارة العدل الأمريكية رفعت السرية عن التهم الموجهة ضد يحيى السنوار وغيره من كبار قادة حماس بتمويل وتوجيه حملة استمرت لعدة عقود لقتل مواطنين أمريكيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر، وكانوا يهدفون بتمويل سياسي وعسكري من إيران وحزب الله لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين. خلال هذه الهجمات في العقود الثلاث الأخيرة قامت حماس بقتل وإصابة آلاف المدنيين بينهم عشرات المواطنين الأمريكيين. هذا ودانت الخارجية السعودية التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفي، وقالت الخارجية السعودية إنها تدين المحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، مؤكدة أن المملكة تقف مع مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفي. كما حذرت الخارجية السعودية من عواقب التصريحات الإسرائيلية وتبعاتها بتقويض وساطة مصر وقطر و أمريكا، داعية إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته على حدود عام 67. ندد نازحون فلسطينيون في جباليا باستهداف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمدنيين قرب مركز الإيواء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. جماعة اللي بيشتغلوا معجنات، مدنيين بيشتغلوا معجنات، ببيعوا معجنات فقط لا غير، والمنطقة ملانة مدنيين، كلها مدنيين، المنطقة مدنيين على باب الفخورة مباشرة. من ضمن الشهداء على أثر الضربة هذا اللي هو ابني. طبعا الجماعة هذول بيعملوا معجنات خبز، يعني فينو خبز كعك وبسكوت ومش عارف، بيعمل معجنات، بيجي 4-5 صنفار جوا بيشتغلوا، يعني في 2 بيشتغلوا، يعني حوالي 5 شراب بيشتغلوا عشان يعملوا لهم 30-40 شيكل يصرفوا على البيت، ولا هم مقاومين ولا غيره. احنا يعني انا قاعد هنا منازح، انا نازح وقاعد هنا قاعد ونازح بشوفهم، يعني بس ببيعوا خبز، يعني ببيعوا خبز ببيعوا معجنات. فجأة واحنا بنحكي ومبسوطين انه بدنا نتغدى ويعني اجواء بدنا نعمل، فجأة صارت الدنيا سودة وصاروخ وقع في نص الشارع، كتلة لهب شفتها. بعد 3 ثواني استشعرت حالي ولقيت حالي واقع على الأرض وصديقي مصعب الله يشفيه لقيت واقع فوقي وبصرخ، وأنا ما بقيتش سامع أي حاجة. بطلع على الشارع لقيت كله دم، بنات وأطفال اللي على الشارع، فيش أي حاجة مستعد، فيش أي حاجة بالسوق، الشارع كله مركز إيواء وبسطة توابل وقيمة معجنات. بعضهم نزح لأكثر من 7 مرات. عائلات فلسطينية أجبرها الجيش الإسرائيلي على مغادرة منازلها والتوجه إلى مناطق جغرافية صغيرة، ما أرهق العائلات وحملهم فوق طاقتهم. الحرب صعبة، اللي بنتمنى عن جد أن تخلص. الحرب صعبة جدا والنزوح كان أصعب شيء. لا مكان آمنا في غزة، تكررت هذه الجملة على ألسنة الغزيين طيلة أيام الحرب. فما يقرب من عام على بدء الحرب في غزة أجبر معظم سكانها على ترك منازلهم والنزوح باتجاه مناطق صنفها الجيش الإسرائيلي على حد وصفه بالآمنة، لكنه قام بقصفها. أنا نزحت من غزة لخان يونس، وبعد ذلك طلعنا من خان يونس على رفح، ومن رفح على خان يونس، ومن خان يونس على الدير، ومن الدير لخان يونس. إيش ضايل؟ لفينا غزة كلها ما في منطقة آمنة. كنا بالشمال والنزوح كان قصف كتير، وخفنا احنا من القصف وطلعنا لرفح. من رفح قالوا لنا المكان آمن، القصف صار جنبنا يصير، وطلعنا من اليهود. من رفح نزحنا لخان يونس صار يصير قصف. لم يعد بإمكان معظم سكان القطاع حصر المرات التي نزحوا فيها. بعضهم استطاع أن يحمل شيئاً من ممتلكاته البسيطة والمتهالكة، أما البعض الآخر فلم يمهله الجيش وقتاً لحمل حاجياته، فالعمليات العسكرية كانت على أشدها والمناطق الإنسانية مكتظة إلى الحد الذي لا يوصف. هذه المرة 7، إحنا من سكان الشمال رحلنا على حمد، ومن حمد طلعنا على رفح، قعدنا 6 شهور، عودنا رجعنا هنا على حمد 2 شهر،
ومن شهرين عودنا رجعنا عند التحلية على البحر في الشارع. أنا لما رموا مناشير اليهود ما لحقت، طلعت بطولي، أخذت أولادي وبطولي طلعت، يلا ما أخذ أي عفش ولا أي حاجة بطولي. تحت حرارة الشمس الشديدة يحمل الفلسطينيون منازلهم المؤقتة في عملية نزوح ومواجهة قاسية مع المجهول نحو مدارس تحولت إلى مراكز إيواء، مستشفيات وباحات وشوارع وحتى شاطئ البحر، كلها تعج بالنازحين. الأمر الذي تسبب بتفشي الأوبئة والأمراض بينهم وحرم آلاف المواطنين من العيش الكريم والآمن. حال الناس أبكاني، فكم نزحوا وكم لجأوا، وموت دون أكفاني. خولة الخالدي، الحدث. وغطى الدمع أشفاني. يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة أنقرة اليوم في أول زيارة رسمية له منذ توليه الحكم، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى. ومن المقرر أن يجري السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية وملف حرب غزة والملفات الاقتصادية والإقليمية الأخرى، كما من المتوقع أن يوقع الطرفان نحو 20 اتفاقية في مجال الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، وهذا بحسب الإعلام التركي. في إشارة إلى كبار المسؤولين المسجونين من مسؤولي عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون بعدم منح العفو لمن سرقوا المال العام. كما أكد تبون في اختتام حملته الانتخابية بتجمع شعبي في الجزائر العاصمة مواصلة المساعي كي تحصل فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمشاركة في إعمار غزة متى سنحت الفرصة، داعيا إلى مراجعة هيكلية لمجلس الأمن بالشكل الذي يسمح لإفريقيا بتبوأ مقاعد دائمة، وإلى إعادة النظر في نظام الجامعة العربية بما يتلائم مع متطلبات العصر. تأتي هذه التصريحات في آخر يوم من الحملة الانتخابية للرئاسيات أو للرئاسة والمقررة في 7 سبتمبر الجاري، حيث يتنافس تبون مع مرشح حركة حمص عبد العالي حسان شريف واليساري يوسف أوشيش. ما عندهمش حل من غير يتآمروا على هذه البلاد باش يفجروها من الداخل، مثل ما هم يتآمروا منذ سنوات وسنوات وسنوات وسنوات. مع الأسف كانت في عصابة دخلت معهم في اللعب، سرقوا ثروات هذه البلاد تاع الشعب، بغاو يجوعوا الشعب. أنا ما نتخلاش على فلسطين وما نتخلاش على غزة، وقلتها ونزيد نكررها، مجرد ما تتاح لنا الفرصة نعاود بناء غزة إن شاء الله، نشارك في إعادة إعمار غزة، وما ننساش الضفة الغربية اليوم اللي راها اليوم تعاني بنفس المصير اللي عانت به غزة، التقتيل والتهدام غير مقبول. هذا لازم الناس اللي راهم وراء هاد المذابح وهاد التصفية الجسدية تاع الفلسطينيين يفوتوا المحاكم. وإلى تونس، حيث أكد الرئيس قيس سعيد أن الانتخابات المرتقبة في بلده شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، متهما أطرافا لم يسمها بتلقي أموال من الخارج والادعاء زورا أنهم دعاة حرية وديمقراطية. كما شدد سعيد وفقا للبيان على أن التونسيين اختاروا أن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ، تاريخ السيادة للشعب وحده. قال بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا الثلاثاء على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوما بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة. خصوص الأزمة اللي سايرة تبع مصرف ليبيا المركزي مؤثرة علينا نحن بطريقة سلبية، بحيث نحن عندنا حوالات مواعيد دفع معينة في استحقاق لازم ندفعون في وقت معين، المقاصات ما يشتغلنش،
فلو في حد بنسلموه في مصرف يقول لك نحن تو الوضع ما يطمئنش انك انت تحول فلوسك، خايفين على ارواحهم حتى هم، فسكر موضوع المقاصة. ولو بنشروا دولار بالمصرف من اول ما صار الموضوع هذا بتاعت الازمة بتاع المصرف، تمت في خلل في تحويل النقود، كل يوم نحوله فين بسعر، سعر الصنف موش ثابت، وكل يوم تشري بسعر معين، يعني سعر المصرف زاد وسعر الكاش زاد، فأغلب الطرق الدفع تمت فين شوية مشاكل. الزحمة هي اللي أنا قصدي، وفترة نعلم أن البنزين ناقصة، البنزين يعني هذه قصدي مواطن تعب من التشحوير ومن الزحمة ومن المعاناة، واللي يعاني طبعا المواطن والنافتة حتي كذلك نمر، قصدي الناس نعانوا من الناس من نافتة حتيسة بين الشاحنات هذه يودوا باليومين وفي بالثلاث أيام وفي باليوم نهار ومشحور في جرة عسب النافتة. المفروض قصدي الحكومة الدولة دور الحل يعني المواطن. والله الوقت الحالي بالنسبة لها سنة أو أكثر من سنة بشوية ركود عمري ما شفته بالنسبة لي، كما نحكي عليه اللي وجودي في السوق ووجودي في المحل في التجارة أنا. عمري قصدي بدأت سنة 24 هذه مشكلة غلاء الأسعار وعدم استقرار سوق العملة، قصة حتية ورقة سحب الخمسين هذه حتية أثرت في السوق واجد، وركود بصفة عامة من ناحية حتى قوة شرية، قوة شرية ما فيش بقى قوة شرية تعرف في السوق. وفي الوقت الحالي هنا قصة الصراع السياسي اللي صاير تو هذا على المركزي وعلى بصفة عامة أثر زاد، أثر على السوق زيادة كبيرة بقى. بإمكانك أنت تشوف حتى السوق صاير فيه ركود، ما فيش حتى حركة رجل. مشاهدينا دقائق ونعود بنشرة جديدة، إلى اللقاء. حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أنكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ رحى حروب لا تتوقف، تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم، لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثا لم ترها البشرية من قبل، أخبارا غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصا وحكايا. احنا اليوم في نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك انك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها اثر على اجيال قادمة لعشرات السنين؟ انت الان تتابع الاخبار، تشاهد احداثا عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه.
الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل أحداثا صامتة، غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. نحن في أزمة حقيقية في ليبيا. هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جمود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح. حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب، فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر القسام. كيف تبدو الأجواء على الحدود الشمالية لإسرائيل؟ نتحدث عن 5 انفجارات كانت في سماء بئر السبع. ما الذي يصل من مساعدات من الجانب المصري عبر المعبر؟ شاهدنا هذه الصواريخ وهي تنطلق إلى العمق الإسرائيلي. هناك مشهد دموي باستمرار سقوط الضحايا الفلسطينيين. فهل الناس يدركون إلى أين يمكن أن يذهبون ويحتمون؟ 7 عمليات عسكرية حتى الساعة أعلن عنها حزب الله. لا زالت الغارات الإسرائيلية تتواصل. سقطت عدد من القذائف. هناك اشتباكات قوية جدا في شرق خان يونس. هناك تخوف واضح من حدوث مجاعات إنسانية في هذه المنطقة. هذه العائلات تنتظر ما ستعود إليه. وهذا يشير إلى أن التصعيد على ما يبدو لم ينتهي. كيف يتم التعامل مع كل هذه الأعداد الهائلة من النازحين؟
رئاسة مجلس الأمن تلوح باتخاذ إجراءات تلزم الأطراف بوقف النار في غزة، وواشنطن تؤكد موافقة إسرائيل على الانسحاب من فيلادلفيا بالمرحلة الثانية. السيسي يبدأ اليوم زيارة لأنقرة، هي الأولى لرئيس مصري منذ 12 عاما لبحث الدفاع وغزة والوضع الإقليمي. سون يون بوضع حرج بعد تعذر قطرها وخشية بيئية من تسرب نفطها. مجددا مشاهدينا، قال سفير سلوفينيا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي خلال سبتمبر إن صبر أعضاء مجلس الأمن بدأ ينفذ وأن المجلس سيبحث على الأرجح اتخاذ إجراء إذا لم يتسنى التوصل قريبا إلى وقف للنار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. هناك قلق متزايد في المجلس إزاء ضرورة التحرك بشكل أو آخر، إما أن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو أن يدرس المجلس ما يمكننا فعله لتحقيق وقف إطلاق النار. أنا متأكد تماما من أنه في سبتمبر سيتعين أن تسير الأمور بطريقة أو بأخرى، ليس لأننا نريد ذلك ولكن لأنني أعتقد أن الصبر نفذ. يمكن للمجلس أن يثبت أن القرار 27-35 لم يتم تنفيذه، ثم نفكر فيما يمكننا القيام به. هناك العديد من الأدوات المتاحة للمجلس، ولكن للبدء أعتقد أنه سيتعين علينا إثبات أنه يتعين علينا الانتقال من القرار 27-35، لأن المجلس كان ينتظر خلال الأشهر الثلاثة الماضية تنفيذ هذا القرار. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولاً إسرائيلياً أبلغ الوسطاء موافقة تل أبيب على الانسحاب من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الثانية من صفقة وقف النار. يأتي ذلك فيما أعلن المتحدث باسم الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن المقترح بشأن صفقة الرهائن يتضمن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطحاته لقناة الحدث. إن الجلوس على الطاولة أو طاولة المفاوضات هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدنة في قطاع غزة واستعادة جميع المحتجزين الأحياء. بالتأكيد يمكن إنقاذ المحتجزين الأحياء، ولقد قامت إسرائيل بذلك، وعلى نفس المنوال أنقذت واشنطن بعض المحتجزين في أماكن أخرى حول العالم، لذا لا ينبغي لنا أن نستبعد ذلك. الجلوس على طاولة المفاوضات هو الحل الوحيد الذي يمكن من خلاله استعادة جميع المحتجزين الأحياء، ولقد شددنا على ذلك منذ البداية. كما رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الإجابة على سؤال مراسلة الحدث نادية البلبيسي حول المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص محور فيلادلفيا. لن أعلق على المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص محور فيلادلفيا. لقد كنا واضحين تماما بشأن موقفنا عندما يتعلق الأمر بغزة، وعندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية، عندما يتعلق الأمر في النهاية بحل الدولتين. Thank you.
وجه القضاء الفيدرالي الأمريكي لستة من قادة حركة حماس تهما تتعلق بالإرهاب بحسب ما أظهرت وثائق قضائية نزعت عنها السرية. وأوردت اللائحة الاتهامية أسماء المتهمين الستة، من بينهم إسماعيل هنية الذي قتل في طهران، ومحمد الضيف، ومروان عيسى اللذين تقول إسرائيل إنها قتلتهما. كما تضم الدعوى أيضا يحيى السنوار وخالد مشعل وعلي بركة، وقد وجهت إليهم سبع تهم من بينها التآمر لتقديم دعم مادي لأعمال إرهابية. Today, the Justice Department unsealed charges. وزارة العدل الأمريكية رفعت السرية عن التهم الموجهة ضد يحيى السنوار وغيره من كبار قادة حماس بتمويل وتوجيه حملة استمرت لعدة عقود لقتل مواطنين أمريكيين وتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر، وكانوا يهدفون بتمويل سياسي وعسكري من إيران وحزب الله لتدمير دولة إسرائيل وقتل المدنيين. خلال هذه الهجمات في العقود الثلاث الأخيرة قامت حماس بقتل وإصابة آلاف المدنيين بينهم عشرات المواطنين الأمريكيين. هذا ودانت الخارجية السعودية التصريحات الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا، وقالت الخارجية السعودية إنها تدين المحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، مؤكدة أن المملكة تقف مع مصر في مواجهة المزاعم الإسرائيلية بشأن محور فيلادلفيا. كما حذرت الخارجية السعودية من عواقب التصريحات الإسرائيلية وتبعاتها بتقويض وساطة مصر وقطر أمريكا، داعية إلى وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من إقامة دولته على حدود عام 67. كما دانت الرئاسة الفلسطينية في بيان زج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باسم مصر في قضية فيلادلفيا، معربة عن تقديرها للدور المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني. واعتبرت الرئاسة الفلسطينية أن الحدود الفلسطينية المصرية حدود سيادية، مؤكدة رفضها وجود أي قوات إسرائيلية في فيلادلفيا أو رفح. فقدوا الاغراض معنا فتشونا، وللاسف ما قدرنا نساعد اهلنا في المخيم انه رجعونا. ندد نازحون فلسطينيون في جباليا باستهداف الجيش الإسرائيلي تجمعا لمدنيين قرب مركز الإيواء، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد منهم. جماعة بيشتغلوا معجنات، مدنيين بيشتغلوا معجنات، بيبيعوا معجنات فقط لا غير، والمنطقة ملانة مدنيين، كلها مدنيين، المنطقة مدنيين على باب الفخورة مباشرة. من ضمن الشهداء على أثر الضربة هذا اللي هو ابني. طبعا الجماعة هذول بيعملوا معجنات خبز، يعني فينو خبز كعك وبسكوت ومش عارف، بيعملوا معجنات، بيجي 4-5 أنفار جوا بيشتغلوا، يعني في 2 بيشتغلوا، يعني حوالي 5 شباب بيشتغلوا عشان يعملوا لهم 30-40 شيكل يصرفوا على البيت، ولا هم مقاومين ولا غيره. احنا يعني انا قاعد هنا من نازح، انا نازح وقاعد هنا قاعد ونازح بشوفهم، يعني بس ببيعوا خبز، يعني ببيعوا خبز ببيعوا معجنات. فجأة وإحنا بنحكي ومبسوطين إنه بدنا نتغدى ويعني أجواء بدنا نعمل، فجأة صارت الدنيا سودة وصاروخ وقع في نص الشارع، كتلة لهب شفتها. بعد 3 ثواني استشعرت حالي ولقيت حالي واقع على الأرض وصديقي مصعب الله يشفيه لقيت واقع فوقي وبصرخ، وأنا ما بقيتش سامع أي حاجة. بطلع على الشارع لقيت كله دم، بنات وأطفال اللي على الشارع، فيش أي حاجة مستعد، فيش أي حاجة بالسوق، الشارع كله مركز إيواء وبسط التوابل وقيمة معجنات. بعضهم نزح لأكثر من 7 مرات. عائلات فلسطينية أجبرها الجيش الإسرائيلي على مغادرة منازلها والتوجه إلى مناطق جغرافية صغيرة، ما أرهق العائلات وحملهم فوق طاقتهم. الحرب صعبة، اللي بنتمنى عن جد انه تخلص. الحرب صعبة جدا والنزوح كان اصعب شيء لنا.
لا مكان آمنا في غزة، تكررت هذه الجملة على ألسنة الغزيين طيلة أيام الحرب. فما يقرب من عام على بدء الحرب في غزة، أجبر معظم سكانها على ترك منازلهم والنزوح باتجاه مناطق صنفها الجيش الإسرائيلي على حد وصفه بالآمنة، لكنه قام بقصفها. أنا نزحت من غزة لخان يونس، وبعد ذلك بطلعنا من خان يونس على رفح، وما رفح على خان يونس، من خان يونس على الدير، ومن الدير لخان يونس. إيش ضايل؟ لفينا غزة كل ما في منطقة آمنة. كنا بالشمال والنزح كان قصف كتير، وخفنا احنا من القصف وطلعنا لرفح. من رفح قالوا لنا المكان آمن، القصف صار جنبنا يصير، وطلعنا من اليهود. من رفح نزحنا لخان يونس، صار يصير قصف. لم يعد بإمكان معظم سكان القطاع حصر المرات التي نزحوا فيها. بعضهم استطاع أن يحمل شيئاً من ممتلكاته البسيطة والمتهالكة، أما البعض الآخر فلم يمهله الجيش وقتاً لحمل حاجياته، فالعمليات العسكرية كانت على أشدها والمناطق الإنسانية مكتظة إلى الحد الذي لا يوصف. هذه المرة السابعة إحنا من سكان الشمال، رحلنا على حمد، ومن حمد طلعنا على رفح، قعدنا 6 شهور، عودنا رجعنا هنا على حمد 2 شهر، ومن 2 شهر عودنا رجعنا عند التحلية على البحر في الشارع. أنا لما رموا مناشير اليهود ما لحقت، طلعت بطولي، أخذت أولادي وبطولي طلعت، يلا ما أخذت أي عفش ولا أي حاجة بطولي. تحت حرارة الشمس الشديدة يحمل الفلسطينيون منازلهم المؤقتة في عملية نزوح ومواجهة قاسية مع المجهول نحو مدارس تحولت إلى مراكز إيواء، مستشفيات وباحات وشوارع وحتى شاطئ البحر، كلها تعج بالنازحين. الأمر الذي تسبب بتفشي الأوبئة والأمراض بينهم وحرم آلاف المواطنين من العيش الكريم والآمن. حال الناس يبكاني، فكم نزحوا وكم لجأوا، وموت دون أكفاني. خولة الخالدي، الحدث. قلبي وغطى الدمع أشفاني. يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم في أول زيارة رسمية له منذ توليه الحكم، يرافقه وفد رسمي رفيع المستوى. ومن المقرر أن يجري السيسي محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العلاقات الثنائية وجهود وقف النار في غزة والملفات الإقليمية الأخرى بحسب ما أفادت الرئاسة المصرية. كما من المتوقع أن يوقع الطرفان نحو 20 اتفاقية في مجالات الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة. أعلنت البعثة البحرية الأوروبية إسبيدس بأن الظروف غير مواتية الآن لقطر ناقلة النفط اليونانية سونيون المشتعلة بعد تعرضها لهجوم شنه الحوثيون قبالة اليمن. وأفادت البعثة الأوروبية المعنية بالأمن في البحر الأحمر على حسابها على منصة إكس أنها توصلت مع الشركات الخاصة المسؤولة عن عملية الإنقاذ إلى أنه من غير الآمن المضي قدما في عملية الإنقاذ، كما تدرس الشركات الخاصة الآن حلولا بديلة من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل حول مسألة الأمان في منطقة تشهد استهدافا للسفن التجارية بشكل متواصل. طالبت منظمة السلام الأخضر الدولية غرين بيس بضرورة التحرك العاجل لإنقاذ ناقلة النفط سونيون العالقة في البحر الأحمر غربي اليمن، وذلك لتفادي كارثة بيئية وشيكة على المنطقة. هذا وأكدت غرين بيس أن الوضع الحرج لناقلة النفط لا يحتمل التروي والانتظار، وقد يتفاقم في أي لحظة، ويجب العمل من أجل تفادي الكارثة المتوقعة والوشيكة. جددت الأمم المتحدة مطالبتها لميليشيا الحوثي بالإفراج الفوري عن كافة الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الإنسانية المحتجزين في سجونها منذ 3 أشهر، وأضافت أن الحوثيين يواصلون إخفاء المحتجزين وتمنعهم من الاتصال بأسرهم وممثليهم
القانونيين، داعية السلطات الحوثية إلى تسهيل جهود الهيئات الأممية بدلا من عرقلتها. في إشارة إلى كبار المسؤولين المسجونين من مسؤولي عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تعهد المترشح الحر عبد المجيد تبون بعدم منح العفو لمن سرقوا المال العام. كما أكد تبون في اختتام حملته الانتخابية بتجمع شعبي في الجزائر العاصمة مواصلة المساعي كي تحصل فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة والمشاركة في إعمار غزة متى سنحت الفرصة، داعيا إلى مراجعة هيكلية لمجلس الأمن الدولي بالشكل الذي يسمح لإفريقيا بتبوؤ مقاعد دائمة، وإلى إعادة النظر في نظام الجامعة العربية بما يتلائم مع متطلبات العصر. تأتي هذه التصريحات في آخر يوم من الحملة الانتخابية الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر الجاري، حيث يتنافس تبون مع مرشح حركة حمص عبد العالي حسان شريف واليساري يوسف أوشيش. ما عندهمش حل من غير يتآمروا على هذه البلاد باش يفجروها من الداخل، مثل ما هم يتآمروا منذ سنوات وسنوات وسنوات وسنوات. مع الأسف كانت في عصابة دخلت معهم في اللعب، سرقوا ثروات هذه البلاد تاع الشعب، بغاو يجوعوا الشعب. أنا ما نتخلاش على فلسطين وما نتخلاش على غزة، وقلتها ونزيد نكررها، مجرد ما تتاح لنا الفرصة نعاود بناء غزة إن شاء الله، نشارك في إعادة إعمار غزة، وما ننساش الضفة الغربية اليوم اللي راها اليوم تعاني بنفس المصير اللي عانت به غزة، التقتيل والتهدام غير مقبول. هذا لازم الناس اللي راهم وراء هاد المذابح وهالتصفية الجسدية على الفلسطينيين يفوتوا المحاكم. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الانتخابات المرتقبة في بلده شأن داخلي خالص لا دخل لأي جهة أجنبية فيه، متهما أطرافا لم يسمها بتلقي أموال من الخارج والادعاء زورا أنهم دعاة حرية وديمقراطية. كما شدد سعيد وفقا للبيان على أن التونسيين واعون واختاروا أن يشقوا طريقا جديدة في التاريخ، السيادة فيها للشعب. قال بيان وقعه ممثلان عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن الهيئتين التشريعيتين اتفقتا الثلاثاء على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي في غضون 30 يوما بعد محادثات برعاية الأمم المتحدة. خصوص الأزمة اللي سايرة تبع مصرف ليبيا المركزي مؤثرة علينا نحن بطريقة سلبية، بحيث نحن عندنا حوالات مواعيد دفع معينة في استحقاق لازم ندفعون في وقت معين، المقاصات ما يشتغلنش، فلو في حد بنسلموه في مصرف يقول لك نحن تو الوضع ما يطمئنش انك انت تحول فلوسك، خايفين على ارواحهم حتى هم، فسكر موضوع المقاصة. ولو بنشروا دولار بالمصرف من اول ما صار الموضوع هذا بتاعت الازمة بتاع المصرف تمت فيه خلل في تحويل النقود، كل يوم نحولوا فين بسعر الصنف مش ثابت، وكل يوم تشري بسعر معين، يعني سعر المصرف زاد وسعر الكاش زاد، فأغلب الطرق الدفع تمت فيه شوية مشاكل. الزحمة هي لنا قصدي فترة نعلم من البنزين الناقصة، البنزين يعني هذه قصدي مواطن تعب من التشحوير ومن الزحمة ومن المعاناة، واللي يعاني طبعا المواطن والنافتة حكي كذلك الأمر، قصدي الناس نعانوا من الناس من النافتة حتيسة بين الشاحنات هذه يودوا اليومين وفي بالثلاث ايام وفي باليوم نهار ومشحور في دوره عسب النفط. المفروض قصد الحكومه دور الحل يعني المواطن. والله الوقت الحالي بالنسبه لها سنه او اكثر من سنه بشويه ركود عمري ما شفته بالنسبه لي، كما نحكي عليه اللي وجودي في السوق ووجودي في المحل في التجاره، انا عمري قصدي بدات سنه 24 هذه مشكله غلاء الاسعار وعدم استقرار سوق العمله، قصة حتية ورقة سحب 50 هذه حتية أثرت في السوق واجد، وركود بصفة عامة من ناحية حتى قوة شرية، قوة شرية ما فيش بقى قوة شرية في السوق،
وفي الوقت الحالي هنا قصة الصراع السياسي اللي صاير تو هذا على المركزي وعليه بصفة عامة أثر زاد أثر على السوق زيادة كبيرة بك. بإمكانك أنت تشوف حتى السوق صاير فيه الكود، لا فيش حتى حركة رجل بك. وصلنا إلى ختام هذه النشرة مشاهدينا، أقدر متابعتكم، أنا رولا الخطيب، والحدث دائما لحظة بلحظة، إلى اللقاء.